كشفت الصين عن تجربة محاكاة لعملية هبوط على سطح كوكب المريخ الذي يسعى البلد الآسيوي للوصول إليه العام المقبل. وعقب الهبوط على الجانب البعيد من القمر في يناير كانون الثاني الماضي، تستعد بكين حاليا لإطلاق مسبار للمريخ في 2020، ما سيكون إنجازا غير مسبوق وفقا للهيئة الوطنية الصينية للفضاء. وحاكت التجربة الجاذبية على المريخ التي تساوي ما يقرب من ثلث الجاذبية الأرضية، وذلك على أرض تجريبية في محافظة هوايلاي شمالي الصين. وتعتبر عملية الهبوط الآمنة على سطح المريخ واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها المهمة، وفقا لما ذكره رئيس الهيئة الوطنية الصينية للفضاء تشانغ كيجان، الذي أكد أن بكين تعمل بنشاط على الترويج للتعاون الدولي في مجال الاستكشاف الفضائي.